ليو سليم. بيطلبني طلب يعني. هي الطلب لازم اوافق من عندي. يلا هلا بعطيك. طيب مين عنده اي سؤال قبل ما نبلش حبايبي؟ بظبط، مش عارفة شاشة الصور لو تعملها كستريم، لأنه عندي أنا الشاشة مقسومة نصين شاشتك، فمش يلا. مبينة عندي الصور. إذا ممكن، لا شكرا. مقسومة نصين، بس هيها الجهة الثانية اللي عليها الصور بس. أنا فاهمة، بس يعني سكوب الصورة جاي بالنص، يعني أنت طالع نصك وأنا طالع نص الصورة عندي. اسمعي، اكبسي نص مرتين عليه، الصورة. اكبسي مرتين على الفيديو، اوكي طالع عندك شكرا بتكبر كلها. شكرا أهلا. كثير، أنا ما عندي أي فكرة، عفوا. لكن ضحكت. هلا انا بالنسبة لي مبسوط انكم تعلمتوا ديسكورد، هذا لحاله قصة. طيب نبلش بأول صورة لضحى. لما أجي أشرح لكم عن وزن الصورة راح تفهموا علي. الصورة متوازنة، شكرا. عندنا كتلة هون على اليمين، لون أسود، كتلة على اليسار، الدرج بالنص، ما عندي مشكلة، جميل. وهذا العنصر موجود بالنص، دلالة إنه مع الدراسة إنها إنسانة مجتهدة. هاي هي شخصيتك، مجتهدة وأثمرت كمان، تخرجت، شكرا. واضحة، ما واضحة جدا. راح افوتو بس خلوا اللوجو لتحت، لا تخلوه كثير هون، حاسه مخرب وزن الصورة. خليه تقريبا او لا مش هيك، لتحت اكثر، زي هيك زي ما كان. اوكي خليه هيك بالقاعدة تحت، ما تدخلوه على الرسمة للتأكيد. حتى هاي الشغلة الصغيرة زي لما تسوي عرس والعروس بتحط اللوجو جنب وجهها، ما إله داعي، فما عندي تعليق ثاني. الألوان كمان شغلة حلوة، الألوان هون ميتة تعبانة فينتج، وهون اللون الأخضر مشبع طاقع حلو، إنه دلالة على التطور من إشي قديم ممكن لإشي أنبت وصار مفعم بالحياة أكثر. نشوف هاي الصورة، نور زعيتر، شكرا. اللوجو تحت جميل. طيب نور شخصية بتحب تجيب الجول بالنص، 1-0، ما فهمتش 1-0، تمام. تحب تدرس أو تكتب أفكارها، تحب الرياضة، هاي حولت كل إشي بشخصيتها لصورة، جميل. طيب نكمل، يعني سليم المية 100. انه عملت كأنه التارجت هو عبارة عن زيرو، فواحد و التارجت زيرو، لا ما كانت واضحة، لأنه مبين إنه في فاصل كثير كبير بين هون وهون، كثير كبير. فممكن لو كانت هيك تمحي هاي الشاشة وتكتبي هون 100 مثلا، تمام. واللي بيلعب دارتس النقطة اللي بالنص هاي مش هي الجول، اقرأ عنها إذا بتحبوا، تمام. أنا بعدين اكتشفته، يعني هاي لكل العالم الجول، بس بالبطولات أو اللعبة الحقيقية مش مهم تجيب النص، في إشي أهم إنك تجيب الأطراف. هون هاي بتنضرب بثلاثة أتوقع، هاي باثنين، وهاي بدون أي ضرب ولا إشي. فأنت كان ممكن إذا بدك بس الرسالة قصيرة، يعني لو بدك تستهدف الناس مثلا اللي بتلعب هاي اللعبة كثير، ممكن إنك تجيبي سهم حسب البطولة، العالم سهم هون سهم هون بعدين سهم على الطرف. بس حلو، واصل الفكرة، الألوان مشبعة، جميل جدا، يعطيك العافية. والصورة متوازن، بدي تنتبه لشغلة، تطلع لو قسمنا الصورة هون الألوان والكتلة تقريبا مساوية للي هون، الرقم اللي هون مع اللي هون مقسوم، هاي الصورة يمين ويسار، جميل. يمكن بس لو زحنا هاي شوي على اليمين، شفتي؟ طلع لو قسمنا الصورة من النص، هاي جاي لهاي الجهة، فلو حركناها بس شوي لليمين مشان توازن المشهد. فهمت علي يا نور؟ لأنه كانت كثير قريبة من النص. نشوف هون صهيب، أوف. هاي صورة بس بدون تصميم يا صهيب، حلو. الألوان الأزرق مع الأورنج، طلع الخط الفاصل، الواكم عندي سريع هون، تمام. عندنا عنصر خفيف، خط، أتوقع هلا أنتم شايفين الخطوط لما أحكي عنها. وهون مجموعة نقاط، تمام، متوازن الصورة، جميلة. هذا العنصر بالنص،
جميلة بسيطة. بس هلا شروق الشمس هاي بتدل انه على الامل مثلا، شخص بتحب الحياة يا صهيب. معنا صهيب، انا مش شايف، سوري. خليني اكمل العد، استنوا بعامل تسجيل مشان ما اكرر غلطة المرة الماضية. عامل تسجيل، ايوه. بعد ما خلصت قعدت ادور على التسجيل، طلع لي اليوم على فكرة، انا مش ما كنتش ملاقيه اول امبارح. اشوف هاي الصورة، ايش هلا الوهلة الاولى يا اسامة. هاي انت بتحب الطوش. اوكي هاي هون، هاي كيف عاملها، مطيرها ولا معلقها؟ لا لحالها طار، لما اوكي جيت كسرت الها طارت هاي تصورها اكثر من صورة عشان هلا الكاميرا. صورة واحدة، صورة واحدة بس كنت الشطر سريع والتصوير انت تعب ورا بعض. ورا بعض. اه هاي قصدي فيها من صورة، بس جميل. بس شو قصدك؟ بس القصد انت اول ما قلت شخصية فانا مباشر اجت انه قوة وحزم في الموضوع هيك قوة شوي وحزن. شخصيتي. اه اتوقع ان شخصية هاي الصورة بتعبر عن واحد بده يتطاوش، انا شايف صراحة. شخصية بده يكسر الدنيا، هاي مش حزم قوة. لو حزم قوة بدك تحفر بجبل، انت عارف، مش انك تجيب حجر فاهم. مسالم ما له دخل بالدنيا وتكسر راسه. عرفت؟ تمام. ما كنت بعرف، اول ما انت ما قلت خلص ضلت في راسي وما ردتش تيجي اي فكرة ثانية غيرها. حلو جميل. لا جميل جميل، العب. استنى شوي، هاي بدها تأمل. هون عندنا توازن يمين ويسار. اوكي الشمعة، العادة الشمعة بترمز للأمل والطموح بالحياة، النبتة على النمو كمان. التوازن، يعني أنت متوازنة بين شخصيتك، متوازنة بين بتحب النمو أو النضوج والعلم. يعني أصري لي إياها رحاب. هلا كان انا بدي احط، كان عندي اكثر من اوبشن، كثير كثير صفات يعني كان لازم احطها، بس اخترت منهم 3 صفات اللي هي اوكي صفة الاتزان الاتزان. والهدوء. الهدوء الاتزان والهدوء اللي هي الشمعة، وفي اوكي نفس الوقت التفاؤل الامل. حلو جميل، حبيت الاتزان كيف رمزنا له بهاي. حلو حلو حلو، جميل جميل. سلم يديك. اه جد حلو. يمكن هون الاكسبوجر خفيف، بس اتاكد، خليني اطلع على الهيستوغرام. لحظة، انا حكيت هون الاكسبوجر تمام، فشو بعمل؟ بقص الصورة، بروح على الهيستوغرام. هاي تطلعي، هاي المنطقة كثير طافية لما حددتها، فبس بدي ارفع اضاءتها، عرفتي؟ فنجرب نرفع الاكسبوجر لكل الصورة زي هيك، ونحدد بس النبتة. أيوة، لأنه كانت كثير كثير معتمة، شفت الفرق؟ وهي بدنا نعمل بس اللون الأسود، نغمقه، طلعي قبل وبعد تمام، كانت ميتة بالظلال، بس هي طلع ممتاز. يعطيك العافية، حلو. ليش ما في اسم؟ اوكي هاي ايش الوزن اللي تحت الاخضر؟ لو ما كان موجود الصورة مش متوازنة. اطلع شوف شوف، هذا الوزن الاخضر اللي تحت لو مش موجود الصورة راح تكون مختل توازنها. شايفين فاضية من تحت، انتبهتوا؟ فأنا عجبني إنه في وزن خفيف جدا. ايش حبيبي؟ صح؟ فهذا الوزن الخفيف وازنها، يعني مع القطعة اللي هون، مع الأخضر اللي كله هون، وهذا عنصر التركيز. بس إضاءته حرام حرام، عنصر تركيز الصورة يكون إضاءته خفيفة أو بالظلال زي هيك. فلو أخذت الصورة من زاوية ثانية مشان يطلع مضوي، أو منعدلها على الفوتوشوب. خلينا نعطيها إضاءة. عنصر التركيز عادة عادة لازم يكون هو أوضح إشي بالصورة، هو أكثر إضاءة زي هيك. تمام، طلع الفرق، هي قبل وهي بعد، فرق بسيط جدا، بس هيك بعطيها للصورة أو عنصر التركيز جمالية أكثر.
تمام. طيب شوف هاي الصورة كندا، صندوق out of the box، مبين انه خارج الصندوق، مبدعة. اوكي اوكي، الذرة مع القلب الحب، انه شخص محب مع ابداع، تمام. بس هاي هاي هدية، او يعني اللي بندونها ما راح تبين انه بوكس عادي او انه خارج الصندوق. حلو، المجرة عادة نستخدمها مشان تعطي دلالة على الخيال. جميل، متوازن الصورة على اليمين على اليسار، جميل ممتاز، ما عندي تعليق كثير عليها حتى الألوان هون. أوكي إيش هاي؟ استنى في التفاصيل تحت، حجارة مثبت السلم. أوكي، شخص طموح بحب يعني بحب يتقدم يتطور. الضوء شكله غريب، يعني هذا الضوء المفروض يعمل زي هيك مش دائرة على الحيط، عندي مشكلة بس بالتنفيذ والظلال، بس عاد عن هيك حلو، ستايل مينيمال بسيط ما فيه أفكار كثير، خلص بس سلم، بحب يتسلق. الحجارة دلالة على الثبات، يعني إنه شخص ثابت، والإضاءة هذا الهدف. مين صاحب الصورة؟ أنت فتحت المايك. أحمد، يا أحمد اشرح لي عنها. هسا الحجار عن الثبات، أما شكرا. تقدم أو التطور، تقدم التطور مثلا الهدف اللي أنت بدك توصل له. حلو شكرا. لا الحجارة واضحة إنه ثبات، واضحة هاي، شكرا لاستخدامك لها، ممتاز ومتوازن الصورة، جميل. مع إنه لا مش متوازن، هو أنا بس دققت كثير، ملزقة تحت، أنت له يعطيها فراغ تتنفس. سرى نحل، نحل دلالتها شغلة واحدة، إنه شخص عامل يعني بيحب يتحرك وبيحب يشتغل، صح؟ أي شخصيتك؟ أي بالضبط. أه شكرا، طلع التوازن. هلا مش متماثل، يعني ما في نص على اليمين هون موازن للي هون، بس وازنتها بقطعة تحت وبتمشي عادي، جميل وبسيط، شكرا. ما عندي تعليق، متوازن وممتاز الصورة، واللون حتى لون الاسم من لون البني اللي هون، جميل. شوف هون، هاي شخصية ولا حوار؟ طيب هذا مين اللي حكى؟ انت اي واحدة فيهم؟ طيب انت اللي بتحكي عن الناس ولا اللي بنحكي عليك ولا اللي بتساعدي؟ انت اللي بتساعدي اللي عليها اللون. ماشي، بس لو بنتيها بلون تعبان بني يعني هاي مبينة احدث، انت فاهمة؟ فكان انا دورت على لون هيك يكون لابق عليها، ما بعرف. فانت هاي الشخصية اللي بتحب تساعد، اوكي، بس هذا بني مش برتقالي، انت تمام ممتاز. مش عارف صراحة، معطين اهمية لهذا اللي هون وزن اكثر بكثير من اللي هون احنا، او سوري هذا ماخذ اكثر من وزنه اللي هون، فلو صغرناهم هذول مركبين تركيب. ليش هيك الصورة؟ مركبين صح مع الظلال ولا كيف؟ اه لساتني فيها، بس انه الدبابيس اللي ورا، قصدك على ورا؟ اه لو صغرتيهم، اه لو صغرتيهم وخليتيهم بالزاوية مهملين، يعني موجودين بالصورة بس ما ياخذوا التركيز عن البطل. بدي احكي لك كمان، هو هذا الاشي بعبر كمان عن انه هذا الشخص انطوائي. انطوائي تمام. لا هو مبين انه مساعد لكن مش انطوائي، مش مبين انه انطوائي، يعني عم بعبر عن الاثنين. ممكن انطوائي كان ممكن توصل بفكرة ثانية، انه هذول مبسوطين مع بعض وهذا لحاله وبيتفرج عليهم، بس هون الرسالة اللي واصلة انه هذا الشخص مساعد فقط، واخذت مني شوي عبين معرفت انه هاي هي الشخصية، لانه هاي ملونة غير عن كل الصورة. يسلم ايديكي، بس عجبني كيف، انا هذا اللي بدي اياه، بدون كلمات ولا تعابير انسانية بشرية توصلوا رسالة، شكرا، هذا جميل جدا. هون اوش، اوكي اللون الاخضر بيدل على الطبيعة وعلى الصحة، الورق كمان بيدل على النمو وعلى النضوج، وهذا السهم بيدل على اصابة الهدف.
بس ليش ما في اسماء؟ ما بدنا اسماء يا شباب. مين الصورة هاي؟ موجود معنا صاحبها؟ احنا كم عددنا؟ 5. حلو، كاميرتي لسه شغالة، ما وصلنا اكثر من 25. طيب نشوف هون. اسلام القواسمي، اسلام قواسمي، تمام. حبة فستق مضروبة كمان، بس هاي الكاب دلالة على البطولة او الشخصية، البطل، استدعاء باتمان، ماشي. حبيت كيف الناس اوكي، شايف حالك بطل بين الناس مع انه انت متأذي. شكرا. اوكي، بس الكيب بتيجي ورا وهو عم بتطلع لهون مثلا. ليش ما كان بتطلع على هاي، على الإشارة؟ أصور سوبرمان وراه هاي، ممكن في حد عم ببعث على ديسكورد. بالضبط، تمام يا اسلام حبيبي، يعطيك العافية. هي مبين انه بطل، بس الاكسبوجر بدك تنتبه له. شوف هاي الصورة، قفل. إيهاب زان، هلا بداية استنى، التكوين عندك كثير هون مكسوس على الحفة، انتبه حبيبي، بدك تعطي مجال للصورة إطار أوسع تتنفس. وعاد عن هيك أنت شخصية مغلقة، يعني ما بتحب تحكي مع الناس أو عقلك مسكر. حرام استخدمت هذا المثال يا معلم. إيهاب معنا؟ هلا يا قلبي، هلا حبيبي، كل عام وأنت بخير. إيش هدفك من القفل؟ إيش الرسالة؟ تمام. بالنسبة لي بعتبر، أنا بالنسبة لي بعتبر القفل إنه شخصية محافظة، كون اوكي القفل إحنا بنستفيد منه عشان نحافظ على الأشياء تمام، من ناحية أسلحة، من ناحية أمانات، من ناحية كثير أشياء. صحيح، نفس الوقت إنه الخصائص تبعت إنه هو صلب متين، ما بيثق إلا بشخص واحد اللي هو المفتاح تبعه. شكرا. مثلا كان متواجد بالضبط، في حال كان متواجد أكثر من نسخة المفتاح، أوكي ممكن أبين لك وين مكان المفتاح اللي هو القاعدة تبعته تحت، مع إنها مخفية. رهيب. تمام، وبس ما اي حدا بيقدر يفتحه الا مفتاح واحد. شكرا، حلو، عجبني، لقيت شخصيتك بأوبجكت واحد، جميل، يعطيك العافية. شوف أبو طبنجة، نار حمراء مع زرق، هذا كابسة معاه للتصوير، نسر التصوير. صحيح، بدكم تنتبهوا لشغلة، الناس راح تشوفكم زي ما انتم بتشوفوا حالكم، تمام. فكمان هاي قاعدة، إذا أنت مش شايف حالك صراحة سوبرمان، الناس ما راح تشوفك بهاي الطريقة. فحلو إنه كمان توثقوا بشخصيتكم وتشوفوا حالكم فعلا مبدعين وخرافيين. فأنا مبسوط أنت شايف حالك نسر بالتصوير، أو يعني مستخدم هذا التشبيه، جميل، ما عندي مشكلة. مع إنه أنا بصراحة ما بحكي عنك للتصوير، أنت قوتك مش بالتصوير، أنت قوتك كمان بالتفكير نفسه، حتى أفكارك كمان حلوة حبيبي. حتى بكل مسابقة ما أتوقع في حتى كان تصويره قوي قد ما كانت أفكاركو قوية. بتتابع هاي الشغلة، ما عندي تحليل ثاني، بس النار أنا مش فاهم شو سببها، ليش أزرق وأحمر معنا؟ أبو طبنجة، ده شكلت بينهم. حسابك بعدين على الصورة، بس أصفر. مش حجة معلم، مش مبكسل، هاي بدي أحرق الصورة يعني. انا عارف، يعطيك العافية، بس النار بدي اعرف شو سبب النار الثنتين. هي اللون نفسه هو اللي يعني، انا الحمراء بشكل عام هي حامية اول شيء بحرق. انا في طبيعي اذا بعصب على شيء او هاي بتنرفز بشكل قوي، تمام، حلو. بس النار الزرقاء انا بشكل عام انا شخص هادي راكز، ما يعني اوكي، مش سريع للاشتعال زي ما بدي، بس وقت تمام، اذا مثلا بغضب لا بكون انسان منفعل يعني. شكرا. استخدمت علميا النار الزرقاء درجة اعلى، حرارتها اعلى من الاحمر، لسه بحكي له. على اللون لو حطيت مي يعني انت صراحة عمرك ما بتشوفه انه اشي سيء يعني. تمام حبيبي، ها كل عام وانت بخير، ما في مشكلة حبيبي أبو طبنجة، ماشي يا محمد، تمشي. بس أنا بدي، أنا ليش طلبت منكم هذا التحدي؟ مشان بدي أشوف إنه إيش في إشي غير الكلمات إله لغة تواصل عند الناس. يعني هون أنت استخدمت اللون، في ناس كمان استخدم اللون، في ناس استخدم الشمعة. أنا هذا اللي بدي إياه، النحلة، يعني هذا اللي أنا بدي إياه من هذا التحدي.
حتى انا اتعلم كمان ايش في لغات تواصل غير الكلمات والتعبير البشري او لغه الجسد. فشكرا، استخدام الالوان صحيح طبعا، يعطيك العافيه. هون ايش ماجد درويش فنان صراحة، حلوة جميلة جدا متوازنة. هذا ارتست يعني، هاي تحليلها فورا انه شخصية فنان رسمي، بين انه انت بترسم اللون في حياة، في حياة اي شيء بترجع للحياة. جميلة جدا جدا، يعطيك العافية. ما عندي تعليق صراحة، حلو كثير حلو. أنا مش فاتح الشات، ثواني أفتحها. جد حلو، مش بس أنا اللي بحكي، جميل. طيب نشوف اللي بعدها. محمود دياب، نبتة عم تنمو كسلان. بتحب النوم؟ ماشي. تخرج، جميل. ماشي. تمام. يعطيك العافية. حلو، انت بشكل مباشر بدلت كل كلمة برسمة وخلص. ماشي حلو، يعطيك العافية. شخص انا عافية علامة غضب، استنى شوي هلا شفتها. اوكي ماشي جميل، ما عندي تعليق عليها، رسالة واضحة ومباشرة يعني، يعطيك العافية. بس هاي اقرب لسكتش مش لصورة. السكتش اصلا كان قريب كثير منها، ما في مشكلة حبيبي عادي، فاهم. بس بدكوا ترجعوا تركزوا انه في منافسات جدا قوية حبايبي، لا تنسوا انتوا لسه بمسابقة. هون الطاقية مكسوسة، ساري سندرس قزاز مكسر. اوكي انا وصلتني طبعا الصورة، بالرغم من كل اشي صعب طلعتوا اتفرجتوا، يعطيكم العافية طبعا، مع انه الطريق كان جدا صعب مع القزاز، يعطيكم العافية. بس الطاقية مكسوسة، ليش ما في مشكلة، يعطيك العافية. لا واصل، واصل الفكرة طبعا، انه بالرغم من كل، هلا لو خليتي الحبل او البالون نفسه طالع من، بدنا نبين انه هو بيمشي لفوق، فلو خليناه زي الحية مثلا، او مش زي الحية، كيف بدنا نبين انه البالون عم بتسلخ هذا الاشي؟ مش عارف، كنت المفروض اني احط سلك او اشي زي زنبرك. ما زبطت، ما ماشي ممكن كمان انه المروحة عكس اتجاهه. شكرا، بس هي بدها تفرجي كمان، عم بتفرجي شخصيتك كيف انه عم تتغلب على هذا الطريق الجدا صعب. انه قديش رخت البالون بس رغم هيك لسه وصل. ممتاز، يعطيك العافية طبعا، حلو جميلة جميلة. انا معتصم لسه قبل ما اشوفه فورا، انا حكيت ذاك النهار، حكيت مع معتصم بشكل شخصي، مش بسمة، أنا واجهت معتصم بعثت له مسج على الخاص. هلا طريقة تخطيطه، أنتوا تطلعوا السكتش والصورة، طريقة تخطيطه مش شخص مبتدئ، مستحيل، شخص جدا محترف في التخطيط لأنه تصويره مش احترافي. فأنا قلت له أنا بدي أفهم شو قصتك، لأنه عادة عادة الشخص بيصير مصور محترف أو مصور محترف مصمم، والتخطيط والتنفيذ هاي مهارة بتاخذ سنوات، حتى لو نجار، حتى لو حداد، حتى لو صاحب مطعم، مهارة التخطيط والتنفيذ تاخذ سنوات، انا اخذت معي يمكن 4 سنين. فانا صفنت انه كيف مصور هاوي وبنفس الوقت عنده مهارة التخطيط، بعدين حكى لي انه هو مصمم داخلي له 20 سنة، هو قبل ما يصمم برسم بتمسح معانا. معتصم معانا حبيبي، بالضبط. انا جد صفنت لانه مستحيل نسبه معظمكم اللي رسم السكتش تايه لسه مش عارف شو بيعمل، عادي هاي محاوله اولى، اول مره بحياتي برسم سكتش. بس معتصم مش اول تحدي، قلت يمكن ضربه حظ، الثاني قلت لا في شيء غلط مستحيل، هاي لما بعثت لك. بس تحكي لنا عن شغلك اكثر معتصم، ليش بالسكتش او التخطيط عندك ايش تستخدم؟ المشكله عندي الصوره كثير بتقطع، بس بدي احاول اتذكر الصوره. مش الصورة بشكل عام، احكي لي عن التخطيط على الشغل يعني. انت عم بتخطط يعني؟ ما بعرف، يمكن هي مهارة مكتسبة
ولكن هي مثلا انت اعطيتنا موضوع التحدي مباشرة بفكر وبفكر في ايش في اشياء حوالي استعملها. وبرضو الفكرة نفسها هي اللي بتفكر بالاخير، ما انت بتفكر بخطة. اوكي على طول بسجل سكتش، على طول بكتب ايش في اشياء قبل ما انساها. ولما انت حكيت على قصة سكتش فكان طبيعي اوريدي كنت لا رهيب صراحة، رهيب رهيب. يعني انا برجع باكد، ادخلوا على البروفايل وشوفوا السكتش قد ايه دقيق ومخطط وقد ايه ملتزم بالسكتش، يعني هو متخيل الاشي قبل ما ينفذه، وهي مهارة جدا صعبة. برجع باكد هذا الموضوع، فيعطيك العافية صراحة رهيب. برضو بدي احكي انه الاشياء برضو بتكون اشياء موجودة عندي، نفترض ان اشياء في البيت مثلا زي الصورة في العدسة المكبرة او الفرجة اوريدي موجودين قدامي، فموجودين في مخي وانا بعمل السكتش. رهيب، لا جميل جميل جدا. ودلالة الخيوط كيف هاي، يعني هاي انا تعلمتها هاي كليو. اذا بدك ترمز للتخطيط تستخدم فكرة الدبابيس مع الخيوط، الفرجار انك انت بتحسبها، انت ضايف شخص صفات كثير بشخصيتك، الفن، الرسم، البحث، اشارة الاستفهام للغاز. صراحة عملت الاختبار اوكي رهيب، ثلاث مرات منهم طلعت شخصية المهندس لا رهيب جميل جميل، يعطيك العافية. وحبيت استخدام الألوان، مش من بلاش مستخدم الأصفر مع الأزرق صح؟ هي الأرضية الزرقاء أنا بالعادة أصلا هادي، فاللون الأزرق شكرا. لا جميلة جميلة، يعطيك العافية، أبدعت صراحة وحلو متوازن، يعطيك العافية. هون نشوف ليش ما في اسم. طيب نجمة تضوي العالم وفي ضوء ضاوي عليها، لمين هاي الصورة حبايبي؟ موجود معنا صاحب الصورة؟ مش موجود. طيب ما عندي تعليق، جميلة جدا الأشياء اللي هون موازنة للي هون. طلعوا كيف الصورة مقسومة، لو بدنا نمشيها على التوازن المتماثل، لو ما في نقط هنا كان كل وزن الصورة رايح لليسار، لكن الكتلة اللي هون من مجموعة النقط موازنة لهذا الشكل. جميل. في ناس عم بث لي، سوري. هلا بتأكد من الشات حبايبي. الله لازم تطلع، ما في مشكلة. معكم لمار. صورة جميلة، بس بدي أتأكد من الرسالة. ايش قصدك بالضوء اللي ضاوي؟ اتوقع انت النجمة بما انه هذا هو الاشي الرئيسي، ففي ضوء واصل عليكي. هذا انا مش فاهم، هذا اللي هون بس بدل على الاجتماعيين نجم صغير، نجوم صغير قصدك. اوكي بمشي، ماشي بدل على الاجتماعية، وفكرة انه في نور واصلك وانت عم بترجع النور على العالم. نجمة بشوي العالم بشوي. استنى ايش قصدك بشوي؟ اتوقع انها بتضوي قلبها شخصيتي، باخذ الاضواء بس اكون بمكان. اوكي ترجع تعكس المكان، جميل شكرا. تمام تاخذ الاضواء وبترجعي بترجعي على الناس حولك. حلو يعطيك العافية. هون اختصر حاله. اوكي نمر، بس اللمعة الزرقاء مثلا شو هذا بالأز وبالثلج، ايش بتحب البرد يعني؟ مين صاحب الصورة هون؟ ليش ما في اسماء يا حبايبي؟ حرام عليك. انا مهند. مهند اي قلبي. تفسير انا اصلا بحب اللون الازرق. تمام. استخدمته لانه اصلا بعبر عن الهدوء تبعي، بنفس الوقت شوي بارد بالنسبة لي. تمام. بحب اعمل اشي لحالي، بحب اساعد بس ما بحبش اساعد. طيب بس عيون الغضب اللامعة بالأزرق هاي. هاي لا هاي ما كان قصدي فيها غضب، بعدين انتبهت انه بس كان قصدي فيها انه اللمعة هاي انه الشرارة الطموح تبعي انه بتحدى بس عينه بتكون تضرب شرارة. ما هاي لا هاي شرارة مجرم بده يقتل حدا. استنى شوي. حلو
شكرا. والنمر اخذت من الصفات التست اللي عملته اللي هو القياده والاشياء. طيب والجليد اللي هون بس وربطها مع اللون الازرق الاثنين مع بعض. تمام حلو. طالعين يعني ربطت بس طبعاً. عشان ضد شيء سلامتكم بس ثواني حبيبي خلاص ما تنشاو تبعتي خلاص مع السلامة. هلا هلا. طيب آسف مهند حبيبي مضطر يطلع. النمر كمان بزيادة لأنه أنا برج الصين هو النمر شغلتين في شغلة حلو. بس للتأكيد الجليد ايش قصدك فيه اللي هون؟ اللي هون انه انا اكون انفرادي يعني انا عندي جانب بارد في الحياة انه انا احب اكون لحالي اكثر المرات بكون يعني هاي الصفة اجتني جديد ان انا اكون اجتماعي بس بالعادة لا انا ما بس بحكيش. اوكي ولما مثلا اكون زعلان برد ما يعني ما عنديش طابع انه لازم اجاملك لا انا بأذيك ماشي خلاص ماشي. النمر ما بيكون شخص يعني او بنحكي حيوان وحيد بيمشي بالعاده بيكون مع قطيع ولو اخترت حيوان ثاني ممكن يكون بالعاده بيكون لحاله. لا مش النمر هذاك الذئب اللي بيمشي مع قطيع. النمر برضه النمر بيكون دائما مع يعني مع مجموعه ما بيكون ممكن بس اذا ممكن نشوف بس اغلب القصص دائما بتلاقي النمر لحاله ممكن. حبيبي يلا ادخل ادخل. ممكن لو بدلتها بإشي ثاني لو فكرت فيها بإشي ثاني ممكن لانه الجليد ما وصلتني فكرته مية. ادخل ادخل ما وصلتني فكرته 100% ادخل حبيبي ولا النمر ممكن بس سلم على اللي هون بس ممتاز يعطيك العافية ما في مشكلة حلو انكم فكرتوا بشيء ثاني يعطيك العافيه. هلا حبيبي مع السلامه. طيب شوف اللي بعده. اوكي هيا صوره بسس بس كثير صغيره كثير كثير صغيره الصوره انتبهي لو كانت صوره وجهه بس يعني مشان تبين. بتحب الموسيقى ممكن او مش بتحب الموسيقى هي نفسها يعني هاي النوتات طالعه من الورده بس في قزاز ايش دلاله القزاز ما فهمت لانه هاي الصوره مفرحه والقزاز شيء محزن نوعا ما مكسر. الأزاز هن فايتين بقلب الكتب فأنا يعني تغلبت عن الأزاز اللي هي عقبات المحاولة أو محاولة تغلب يعني منهم إنه بس أنا وإنه يعني لاجئة أوكي يعني بشكل عام هي العقبات هي الغصات يعني بحس بس إنه رغم هاي الأزاز إني أنا شافني عم تغلب المتفائلة بالحياة إنه هي الألوان خاصة الزهري والأصفر الأصفر كمان شوي بيعبر عن شخصيتي إنه فيها مزيج المرح يعني والهدوء كمان نفس الوقت والوردة البيضاء يعني أكثر صفة يعطوني إياها الناس إنه أنا قلبي أبيض فحطيت عشان هيك اخترت كمان الوردة إنه يكون لونها أبيض ما يكون لونها شيء ثاني وبنفس إنه الورد بيعطي كمان دلالة على العطاء يعني رهيب يعطيك العافية جميل حبيت جدا جميل بس البسة كانت انه لو وجه اللي مبين لانه هاي كثير صغيرة انا كنت عاملتها اكبر بس حسيت لما حطيتها اكبر مع الطرف الثاني حصير ما في صحيح لا خلي نفس البسة جوا الصورة جوا الصورة وجه مبين اكثر عرفتي يعني انه بس فهمت عليك ممكن تمام بس هاي كثير صغير بس بدك تنتبه ماشي ممتاز يعطيك العافية ما في مشكلة. طيب هون ندى العصا السحرية دليل انه ساحر مبدل كل اشي بأيقونة فراشة انه الفراشة بستخدمها عادة للنعومة والاشي الرقيق المطر ممكن رمز للعطاء الشمس رمز للدفع يعني ممكن مسطرة ونبارة بتحب الدراسة صحيح ندى معنا المسطرة عادة نستخدمها للتخطيط او اشي اللي بيمشي على الليبرا بالشغل بتوصل انا شخص كتير بحب
عندي عقدة مثالية، بحب كل إشي يكون دائما يعني على الخط بالضبط. جميل. فعشان هيك حط. ممتاز. جميل. العصا السحرية دلالة واضحة. بين إنه هذا هو العنصر الرئيسي وهاي أشياء الثانوية. واسع. إنه أنا شخص كثير خيالي واسع. وكثير يعني حتى من أنا صغيرة بحب أحضر أشياء فيها سحر وخيال واسع. جميل. كثير بتعبر عني. جميل جميل جدا، أبدعتي صراحة، كثير حلو وبسيطة، يعطيك العافية. هون أوف، مين هاي الصورة؟ في حدا طلب هدى أذن صح؟ طلبت إنه بدها تروح صورة السلحفة. عناصر الطبيعة النار والنبات والمي، القمر بالون. هي هي واضح إنه الخيال. السلحفة عادة نستخدمها للبطء تروي ممكن. تمام. اللون الأزرق إشي هادي. أنا هلا الفكرة اللي وصلتني زي ما حكيت، السلحفة هي بتدل على التروي، اللون الأزرق على الهدوء، النار والأزرق حوالين هاي السلحفة، إن الأشياء المحيطة حواليك في أشياء هادي وفي أشياء حارقة يعني. القمر هو هدف بدك توصل، لا مش هدف، قمر بتتسلل فيه زي بالون. هاي الأشياء اللي وصلتها بشكل عام. إيش أنت تحليلك لها؟ إيش استخدمتي؟ ليش عملتيهم؟ هدا؟ نبلش أول إشي. استنى أشوف الصورة. نبلش أول إشي بالمية. أوكي. المية بترمز لشو اسمه؟ للتقلب المشاعر، الإبداع، الهدوء. يعني أنا شخصية هادية ومزاجية. أوكي. فالمية بتعبر على التقلب والهدوء والمزاجية والإبداع. أما النار، هلأ أنا شخصية بحس حالي شخصية عملية وبسيطر وإلي حضور، وكمان بتعبر النار عن الثقة بالنفس والشغف. وهلأ لما بدك تحكي عن حدا مندفع أو متسرع، كمان هو شخصية نارية. تمام. فأنا أحيانا بتلاقيني متسرعة بردودي، متسرعة بردة فعلي. تمام. نبات. أما ورق الشجر، يعني أنا بحب الطبيعة وبحب العائلة، لأنه يعني عائلتي هي أساس كل إشي بحياتي. فأنا عبرت عنها بالنبتة اللي بتطلع من الأرض. تمام. هلأ هلأ أنت الدلالة هون، استني شوي. هلا انت عم بتدلي حالك بالسلحفاة وعم بتمر بهاي الاشياء، لكن هاي جواتها نار ومي. اوكي. حظت كمان. نعم، ما انتبهت، بدي اعمل زوم. السلحفاة البطء والحكمة. هلا هي جواتها في نار ومي، فانا لاني مرقت في حياتي في ظروف كثير قاسية، وبعدين الحمد لله يعني بلشت شخصيتي عم تنتقل وعم بلشت اتصالح انا ونفسي مع بعض. فانا مرقت في الجانبين، جانب الناري والجانب الخير. طيب بس بتطلب منك انتبهي بس لشغله. بدك تكبر السلحفه، لانه هاي موضوع الصوره مش السلحفه، موضوع الصوره هون هذا كله. فانت لو كبرتيها وخلي هاي الاشياء فاهم، بس اللي حوالي ممكن. طيب والقمر، بس سريع المقاطعة، ايش القمر؟ القمر الطموح، يعني انا يعني دائما طموحي كتير عالية، وبدخل باي اشي موجود، يعني اي اشي بيلفت انتباهي بحب اتعلمه وبحب اشوفه وبحب اعرف شو هو. وخلفيتي حطيتها النجوم والسودة، لانه احيانا بحس مو كل الناس بتفهم شخصيتي، يعني كل الناس عم بتشوف من جانب معين، ما عم بتشوف الشخصية كاملة اللي عندي. شكرا لك، يعطيك العافية. ممتاز. طيب نشوف آخر صورة. هاي آخر صورة عندي، ما في اسم. كنز مسكر مع فراشة دلالة على الرقة وبس بخدود.
هاي دلالة على الكيوت، على اللطف. ما عندي تفسير مين صاحب الصورة، بس انه فاضي من هون يعني. بس توازنها اقرب للسكتش مش للصورة كمان، بدنا ننتبه. ما عندي اي تعليق ثاني يعني. رمزنا للكنز المغلق انه هو حاس حاله هلا مغلق، انه لسه مخبى يعني. اوكي بستنى حدا يكتشفه. انا صاحب الصورة. رنيم هلا انه الصندوق اني انا كتوم من النوع اللي كتوم. كتوم اوكي. مش على طول بعطي انه للناس كل اشي. تمام عندي ضعيفة اثق بالناس بسرعة. تمام. والبسة؟ البسة هي بتعبر انه عن اللطف. اوكي. لا هي شكلها لطيف. تمام. هلا الرقة من الفراشة، الفراشة من اشي ناعم راق. لا ممتاز. انه بجذبها البسة اي اشي وراء، يعني البسة بدلك انها اي اشي بجذبها زي الفراشة للحياة. يعطيك العافية. بسيط واضحة. ممتاز. خلصنا. حبابي في صور ثانية بس تحملوني شوي، كان لازم اعمل بهذا التحدي بس اعمل ريفيو لصور المؤهلين اخر اشي. تمام. اتوقع في مين معنا، استنى خليني اقرأ الاسماء. في ناس شاركوا لكن تم اقصائهم، راح ابعث لكم بشكل خاص. اشوف مش قادر اقرأ الاسماء كلهم على السريع. راح ابعث لكم على الخاص تحليل صوركم. وفي شغله ثانيه بتقدروا تزوروا المعرض ان شاء الله حسب اللي انا مخطط له. خليني اوقف الستريم هنا. حسب اللي انا مخطط له انه اي حدا بيقدر يجي، بس عم نشوف عم نستنى. لحد هسه عندنا مشكله بالمكان، حكيت لكم يمكن الجمعيه الاردنيه للتصوير او جاليري راس العين، اذا شفتوه وزرتوه من قبل بتعرفوه جاليري راس العين. فإذا وصلنا لهاي المرحلة ها أي حدا بيقدر يجي، معرض مفتوح كامل تقدر تنادوا اللي بدكم إياه. فإحنا بس مشكلتنا بالمكان. أسوأ سيناريو اللي هو الفي بي سي، زي ما حكيت رح ألغي الجائزة الثانية. هم طلبوا مني، استنوا قديه على الشخص 3 دنانير. أنا بدي أحاول أخفف التكلفة يعني كده، بدي ألغي الجائزة الثانية ومن تكلفة الحضور راح أخصم 100 وبتصفي الباقي عليك ودخلية. يعني بتصفي أتوقع على الشخصين 5 دنانير، يعني إذا أنت جبت معك مرافق بتصفي عليك 2-5 دنانير. فهذا أسوأ سيناريو، لأنه هذا المكان أنا بعرفه بقدر أنظم كل إشي فيه. البقية لحد هسه ما حدا بيرد، عجقة العيد. فإن شاء الله إن شاء الله صراحة أملي يا بالجمعية الأردنية للتصوير يا جاليري راس العين. جاليري راس العين أكبر والدعوة مفتوحة، بتصير بتقدر تنادي مين ما بدك عادي. راح انزل عندي على الانستغرام اللي بحب يحضر الايفنت كامل. فهاي احلى واحلى مشان تعرضوا شغلكم قدام ناس غريبة. هاي احلى واحلى راح تكون بالنسبة لي. فدعواتكم هاي بس صفت دعواتكم هسه انها تزبط. اللي موقف الموضوع انهم مشغولين بالعيد، يعني ما في اشي ثاني مخرب الموضوع. انا مش عارف الكل ساكت مصدوم ولا مبسوط. عادي افتح المكان. تفكر بايش؟ بعمق انه ان شاء الله تضبط. يا ريت. انا صراحة اذا الله موفقني بهالطريق وانا ماشي صح، المفروض معرض قلر العين يزبط، لانه هاي رسميا انت هيك قدام ناس غريبة عم تنشر فن ورح تنادي عائلتك كلها. مع انه انا مستحي شوي من الجائزة على معرض كبير زي هيك، يعني الجائزة رح تقل. لا استنوا، الجائزة هيك راح يصير مركز ثاني صحيح، لأنه دخولية مجانية قال الراس العين. تمام. طب ما انت بدك تدفع الأجار العادي قال الراس العين. خبرني هو الأستاذ محمد موسى، خبرني لا انه ما في، ما باخده. هذا دعم للفنانين المفروض. والجمعية الأردنية للتصوير هو تعاون بيني وبينهم راح يكون اذا وافقوا. عم بستنوا ايش هو. صراحة أحلى كثير، أحلى راح يكون لأنه رسميا عدد جدا ضخم راح يجي.
مش بس الحكام. ايش هو؟ حتى الناس اللي حوالين المنطقة بيجوا بس يشوفوا فعاليات بجاليريا. كل المصورين والمصممين راح نفتح المعرض مثلا من ساعة معينة لساعة معينة، ونخلي فقرتنا احنا ساعة اللي هو تسليم الجائزة آخر اليوم تقريبا. تمام؟ مشان اللي بحب يجي يزوره لحاله، يجي يزوره مع عيلته. المهم يكون معرض فني رسمي إن شاء الله. تمام حبايبي، بس للتأكيد في أي سؤال؟ سأليني. أنا صور خلصتها بس مش عارفة أبعث لك إياهم. هلا في لينك الجوجل أنا بعثت لكم إياه على الجروب. طيب استني، أنا أعطيتك أكسس. هاي شير فولدر وهي شير، هلا بزبط معك. حبيبي استني. صح، في تطبيق اصلا بيعمل مسابقات وبيعطي جوائز على مستوى العالم، اسم التطبيق جورو شوت، انا جربته زمان صراحه. فتقريبا زي موضوع المسابقه بس مش 30 صوره، صوره واحده بتكون. فنزلوه، ابعثوا على الجروب اذا بدك حبيبي، ابعثوا على الجروب اللي بحب ينزله. هذا على مستوى العالم تقدروا تشاركوا من اي مكان، وفي جوائز خفيفة وفي جوائز ثقيلة. يعني بتكبس بتجيب شركات كبيرة كل شهرين زي سوني، بترعى جائزة بتوصل لحد 10,000 دولار. فهذا نزلوه واستخدموه. سليني، لسه ما حددت اليوم اللي راح يكون فيه الايفنت. يوم الجمعة 28 الشهر اللي هو الأسبوع الجاي. حبيبي. حبيبي أنا صورتي ما طلعت، هل تم إقصائي من المسابقة؟ شو صورتك؟ لا لا، المخالفين بعثت لهم مسج على الخاص حبيبي. بعثت، انا مستغرب انه ما بعثت لي مسج وصورتي هلا ما طلعت بالريفيو. ايش صورتك بس كانت؟ التراك البيك اب التويوتا. هي ليش مش نازل على الفوتوشوب؟ استنى هلا بتاكد منها. انا هلا اجيت ما لحقتكم. مين؟ كندا. هلا بشوف كندا وبلال ما لحقتوني. تمام بس ثواني. في عندي مشكلة بسيطة، خليني أنزل الصورة وهلا بشوفها. كندا شوفنا صورتك، أتوقع اللمبة. وين بلال؟ خليني أرجع أنزلها لأن ما نزلتش. أوكي تعال نشوف صورتك بلال. الشاشة مش طالعة قدامكم، ثواني. يلا هيك طالعة. طيب عادي، جهزوا إذا عندكم أسئلة قبل ما ننهي حبايبي. تراك عم بجر بول 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 بول. هلا الدلالة أظن على العزم والإصرار اللي هو إشي كثير صعب، لكن عم بفحط العجل. فمع التفحيطات هاي لسه مصر إنه يسحب صح؟ وغير هيك الترك عقوبته عم بيعمل اشي كثير صعب بس مصر يخلصه. شكرا. استنى هاي جديدة علي انا. وقت اللي بتمشي باي طريق فعليا يعني شو ما صار معك، خلينا نحكي عقبات مصاعب، فانا بحب اضل داعس بنزين. شكرا. لا بس انا كليه تعلمت شغلة، لانه انت لو مش ضايف التفحيط اللي هون الدخان انه قديه عم بيحاول، الصورة راح معناها. لانه هاي الدخنة لو مش موجود راح يبين انه هو ثابت محله وعم بيحاول يسحب بس مش قدرته، لكن مع التفحيط هاي دلالة على الاصرار. اوكي شكرا شكرا. ها طلع قد ايه الاشي بسيط بس ممتاز. يعطيك العافية. جميل 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 شكرا. كنت شفت بس انزل التسجيل بتشوفي، ببعث لك بالضبط وين صورتك. طيب بس بدي حبايبي بس اسالكم كم من سؤال قبل ما ننهي، اللي مضطر يطلع يطلع، بس في كم من سؤال لازم اساله مشان بدي احسن من التحدي، يعني زي فيدباك. بس ثواني بدي اسالكم كم من سؤال بس على السريع تقولوا لي لا يعني مشان اعرف. اوكي ما راح ابعث لكم لينك وخلص. اذا بتقدروا تفتحوا المايكات وتجاوبوني على السريع. تحدي النسخة الثالثة قبل ما يبلش، هل راح تشاركوا فيه أو لا؟
او لا تقول نعم اكيد راح تنصح غيرك يشارك بالتحدي الثالث؟ اوكي طيب وانا برضو ممكن نفس الشيء ممكن ما اقدر اشارك ما تقدروا في مشكله صراحه هاي في عده مشاكل من الوقت و يا ريت اكيد راح احط حد بدالي طيب انه خلي حد يستفيد بدالي انت التحدي الماضي كان طويل وقت صح من بدايه السنه لشهر ثلاثه كان يومين مش يوم معك مشان تصور الصوره أحسن ولا أسوأ كان؟ هي لها جانب كويس وجانب سيء. هي جانب كويس إنه أنت معك وقت تفكر، بس جانب سيء إنه طويل. مثلاً شوف رمضان يعني خلاص هي طبيعة بشرية إنه الالتزام يعني حتى لو في ضغط بيلتزم الواحد. أما يكون مثلاً حتى هدول التحدي آخر إشي صح إنه كان معانا يومين تفكير. بس فعليا لولا السكتش كان دائما اخر وقت راح حيقوم يصور بالضبط 100% طيب انا عندي شيء كمان اضافه لهي النقطه نفسها انه التحديات اليوميه بصراحه جدا صعبه خاصه انه فعليا في ما انا يعني انا شخصيا ما بقدر اكون فاضي كل يوم فبعض التحديات جد انه خلص كنت اخذها يلا التحدي الماضي فعليا اللي عملناه المره الاولانيه باول السنه كان يكون لنا يومين للصورة فجد انه انا خلص مثلا اعمل حسابي اضبط وقتي بالنسبة انه خلص اذا اليوم ما اشتغلت على الصورة اشتغل عليها ثاني يوم فأفكر انه يكون فعليا في فترة يومين لثلاث ايام لكل تحدي لكل لا ثلاث ايام مستحيل هيك المسابقة راح تمد ثلاث اشهر يومين مينيموم اوكي يعني هيا يعني صار انه بدنا نفكر وبدي افكر كمان بالامتحانات فكان وقتها عن جد ضغط يعني وكمان الشغل فصار يعني كثير ضغط فلو كان يومين مثلا انه في تحديات بها يومين مثلا في تحديات بشكل عادي انه بتكفينا يوم بس في تحديات اللي بدها تفكير كثير بدها يومين شكرا راح اخذ هذا الاشي بعين الاعتبار انا بالنسبة لي صراحة حتى كان كثير ضغط علي و بالبداية أنا تمشكلت مع داري حماية عشان أقدر خلص أكون لحالي ما بدي أكل معهم برمضان لأن أول سنة عندهم أنا فما بدي أكل معهم برمضان وصارت مشكلة كبيرة بعدين قلت خلص أنا بدي أكسب المسابقة صراحة وما بدي ولا إشي شكرا طيب معناته الجواب على سؤال إنه هل مدة 24 ساعة كافية لإكمال التحدي الواحد؟ لا لا هي بس خليني لانه انا بدي اخذ التصويت طيب بس انت بتيجي اسم على اشي يعني احنا كنا نطنش كتير امور عشان بس نصور الصورة هلأ هو كافي لو انه مش رمضان صراحة يعني رمضان وقته محدود اكتر كان حتى انه صبح الواحد بيكون شهر رمضان يعني أنا الصراحة كان معي مع الأستاذ سعيد أضبط البورتفوليو فأنا طنشت كثير أشياء كنت أني أصمم الصورة تبعت التحدي بعدين أروح أكمل شغلي ما يضلش وقت أصلا عشان أعمل الأشياء الثانية أنا بطيئة طيب كمان سؤال هل القواعد والقوانين كانت واضحة ومناسبة للتحدي؟ فعليا كان عن طريق التليفون هاي المره فعليا كانت للمصممين وللاشخاص اللي معهم كاميرات فما بعرف بحس هذا الاشي بياثر على نسبه المشاركين يعني نسبه المشاركين المره الماضيه اذا بتتذكر كانت ما يقارب 250 شخص لا اللي غير النسبه انه انا ما اعلنت عنها بوقت مناسب يعني انا نزلت الفيديو وكان معك 24 ساعه تلحق تسجل انا وصلني تقريبا 150 مسج انه بقدر اشارك بالثاني فورا منعت فكانت انا قصدي ليو يعني مثلا هلا انا يعني مثلا اذا شخص دخل التصوير بعدين احنا وصلنا يمكن بنص التحديات قلبت شوي من تصوير لتصميم لا يمكن يؤدي لانسحاب بعض الاشخاص اللي ما بيعرف يشتغل بس
هذا خطأ مني، معناته أنا ما كنتش موضح، مع أني أنا حكيت هي للمصورين وللمصورين التحدي ككل، أنا حكيت أنه هو إشي فني مش مسابقة تصوير. كان مفتوح للجميع، المفروض كان لازم تكون أكثر، بس هي زي ما حكى بدل إنه في فترة إنك لازم تكون مثلا تعرف تدمج، تعرف تسوي. وكان معك الوقت قليل إنك مثلا تتعلم الدمج. أي كثير مرات يعني أنا كشخص مصور ما شاء الله عني، بس على الفوتوشوب كثير يعدل الألوان، أما أقعد أدمج وظبط ظلال وظبط هذا لا، فكنت أضطر مرات أغير الفكرة لأنه يعني مش قادر أدمج الصورة. طيب حتى صورة هذا الشيء هسه هو حلو، بس أنت كنت كان وقت قليل إنك تتعلم، يعني مثلا صورة الساعة دمجتها على تطبيق على التليفون. طيب سؤال، التحدي القادم يكون فقط للمصورين المحترفين هيك نخليها؟ ما هو هسه لا لا ركزوا معي، هلا كانت فكرة التحدي الأول إنه أنا بدي أعطي جائزة لحدا بيستاهلها، هاي كانت فكرة الجائزة الأولى تمام؟ فكيف بيستاهلها؟ انه بدي يلتزم معي 30 يوم انه يصور، بس اذا عنده كاميرا حرام يحرم غيره من هاي الجائزة. فكرة التحدي الثاني كانت انه ننشر الفن، هاي هي فكرة بشكل كامل، انه ننشر الفن بين الاشخاص اللي موجودين. اوكي فمشان هيك انه مصممين ومصورين ولك مفتوح تستخدم كل الادوات. هلا اذا بدي اخليها بس على المصور من غير الفوتوشوب راح تصفي كمان، عندنا مصور محترف عندنا مصور هاوي، واحد معه تليفون واحد معه كاميرا، فحسب شو هدف التحدي الثالث راح يكون للامانه يعني. اذا صور حلوه يعني لما تعمل لها فوتوشوب يعني احلى من لما تنزلها هيك، حسب شو الهدف بصراحه يعني. اذا مش عارف شو بده يكون التحدي الثالث، بس صراحه انا كتبته اروح اصممها. طيب هلا المشكله ما بقدر اشارك التحديات من اولها، طيب شو الحل يعني؟ لو كنت واضح لا ما بقدر، حتصير كثيره يعني مثلا الهاويين لهم تحدي غير، المصممين لهم تحدي، المحترفين لهم تحدي، كثير كثير طيب بس انا بدي اسال سؤال. هلا كيف حيتم التحكيم يعني بناء على ايش؟ المصممين المصورين مين يجاوب؟ ما هسه انت حكيت بناء على اللي هي الصعاب والجماليه والهاي، ممكن شخص هاوي تعب فيها حاول قدر الامكان يصور هذه الصوره طلعت معاه هيك، بس كان ما طلعت مثلا كثير حلو بس هو تعب فيها. طيب عشان هيك عندك ثلاث حكام بثلاث تقييمات على 30 صورة، فلو واحدة طلعت معك هيك بالغلط ما زبطت. حسيت انه انت جايب كل حكم له اختصاص طبعا، بس راح بس راح يحكموا على الثلاث نقاط تمام. هلا ليش فكرة الجهد المبذول؟ لانه انت حتى لو شخص هاوي وعندك تليفون الجهد المبذول بالصورة واضح يعني، مش اشي خلص هيك انعمل بخمس دقائق وخلص، في جهد كثير كبير بالصوره لها تخطيط وكذا. على جماليه الصوره ان كنت مصور او مصمم كمان في توازن بالصوره، في لها جماليه حلوه للعين تمام. واخر شيء الابداع، الافكار الابداعيه نفس الشيء ان كنت مصمم او مصور الفكره الابداعيه لها تقييم. بصراحه ما في فرق بين المصمم والمصور بهذا التحدي، هاي النسخه الثانيه، الاثنين المفروض يكونوا واحد يعني بالنسبه لهذا التقييم. فهمت كيف؟ لانه نهائي ما راح نشيك على صوره مبكسله او لا مثلا، هاي بتفرق اذا عندك كاميرا احترافيه او لا، ما راح نشيك اذا انت مستخدم الفوتوشوب او لا، ما عندي مشكله، في ناس ما استخدم الفوتوشوب لكن في جهد مبذول بالصوره، في صوره خرافيه وفكره خرافيه والصوره جميله من غير فوتوشوب صح. في ناس كثير هون اشتغلوا بدون فوتوشوب، سالو سندس عندك نور زعيتر انا ما اغلب صوري ما فيها فوتوشوب اصلا، ما مي
صح؟ اه طيب تقريبا ما حدا تم اخصائه بس البعض انسحب. لا فيس كيف ما حدا تم اخصائه؟ انا مقصي امبارح ستي واليوم اثنين. كيف اليوم اثنين؟ مين؟ ليش ليش انت متفاجئة؟ ما هو حبايبي استنى شوي خلي ركزوا معي. لو ما بدي اعمل اقصاء طب شو فائدة القواعد هذا اولا، وثانيا في ناس اقصيتهم من تحدي 15 طب شو ذنبهم؟ مثلا من تحدي 15 ماشي، اما اخر تحدي او اثنين صح يعني. ما هو طيب سؤال لا في ناس تأخر عن التنزيل، في ناس استخدم أحرف وكلمات، استنوا إيش المخالفات، في ناس مش منزل الهاشتاج، هي القواعد العامة اللي أنا حكيتها هاي كاتبهم أنا اللي هم بوست بدون منشن أو هاشتاج، تنزيل قبل الموعد أو بعد الموعد بأكثر من 5 دقائق. يعني أنا محدد من 6 للـ7، فإذا نزلت قبل 6 وبعد 7 و5 يعني إذا بنحسب في اختلاف وقت بعرفش كيف ها بتم إقصاء. آخر 3 تحديات ممنوع وجود أي كلمات أو أحرف أو عناصر بشرية، وحذف البوست أو تعديله بعد نشره بأكثر من 24 ساعة، مش ساعة لسه، في ناس معدلها ثاني يوم فأكيد راح يتم إقصاء. هلا ليش ليش يليه لازم؟ لأنه طب ما في حد يعني خلال الساعة. خلال الساعة هم يعني ثاني يوم. هي ليه ثاني يوم بعد باسبوع؟ طب انا لو مشيت هاي القصة بغض النظر عن السبب، طب ما هيك شو بدي اعرفني انت شو التعديل اللي عملته او انه انت ملتزم باليوم او بالموعد؟ لانه انا هيك عم بظلم كم واحدة منكم عم بتحضر الفطور وبنفس الوقت عم بتنزل سؤال صح ولا لا؟ صح؟ كنت اموت انا واموت بسكت من التوتر وقت الفطور، وقت انا ماسكه تليفون وماسكه الطبيخ وماسكه الجري وبس انا مش عارفه ايش بعمل، ايش 100,000 قصه بايدي بس ماسكه تليفون. بالمراحل الاولى كان اسهل تقريبا، ما حدا تم اقصائه بس البعض انسحب. لا لا في ناس اقصيتهم محافظهم بالاسم سببت لنا شيء. لا ما راح اذكر اسمائهم، ما احراج ما بصير. موضوع بسيط، اللي ظلوا آخر إشي أنا عامل لهم فولو مشان أريحكم، إذا أنا مش عامل لك فولو بكون باعث مسج ونبهت إنه تم الإقصاء. بس ركزوا معاي، يعني أنا متفهم خيبة الأمل إنه أنا وصلت تعدي 30 وتم إقصائي، طب ما أنت راح توصل المعرض وما راح تأخذ الجائزة، يعني ما هي أي إذني وهي إذني. تمام سليني صحيح. خلص المعرض بدك تعطينا اياها صورتك. ايش تتوقع ليش طابعهم انا هيك العاد؟ انا اليوم دخلت في الحيط عم بسجل قاعد صور، تحدي 1 تحدي 2 صرت عند تحدي 16 بدور عليه ادخل عندي انا مش منزليته. في حدا منكم الله يسامحها علم الحمد لله لا لقيته، في واحد غيرك شطبت بوست بالغلط فش. مين موجود معنا؟ انا ناسي مين صار. طبعا اقصاء، يعني شو بدي اعرفني انا اذا شطبته او لا؟ بس خلص راح يبين انه نازل بيوم مختلف. لا طبعا ما هو انتوا بدكم تحسبوها انا كحكم بدي امشيها ماشي، طب هيك كيف بدي اصير اميز؟ لانه انتوا اللي راح تقلبوا علي انه هذا اليوم نزل بعد بيوم، طب ليش مشيت له اياها؟ طب هيك القواعد ما لها داعي، ليش التزمنا بالوقت بالساعه؟ انا حاط 3 منبهات، طب انا بطبخ انا بعمل انا بشتغل. في صهيب مش صهيب، مين اللي كان بيسوق ونزل التحدي صح ولا لا؟ طب انا هيك بظلمهم فليش محطوطه القواعد؟ وانا في الباص كنت اظبط. شكرا. فالموضوع ابدا ما فيه تساهل، ما بقدر
انا اكره ما عندي ان اقص حدا، حتى لو التحدي الاخير اليوم ابدا مش سهل. بس انا لا، انا شفت التحدي النسخة الاولى شو صار فيه، ما راح اكرر الغلط، ما بصير. النسخة الاولى كنت اتساهل انحرج امشيها، كله انقلب علي. انا ما عندي مشكلة يعني هلا بهذا التحدي، لا انه ازعل مني، لكن الصح بده يمشي. مشكلة التحدي الاول كان في عدد كبير. صحيح. طيب فانت تخيل انه حدا يتأهل وياخذ الجائزة بس ما كان مهتم وملتزم زيكو، طب انا هيك بطلمكو حرام، صح ولا لا؟ تمام. فانا هذا اللي ضايقني، انه عيب صراحة انه انت تعاملني بهاي الطريقة، يعني كانت الاسلوب جدا سيء اليوم خصوصا. الباقي لا، ربنا الله، يعني في ست صبايا امبارح تقبل الموضوع، في مجال يليه لا، ما في مجال خلاص خلصت. بس اليوم ردة فعل سيئة صراحة. بعضنا في ناس ما، أنا متفهم الصدمة أكيد. أنت وصلت للتحدي 30 وتم إقصائك على غلطة إنه تأخرت دقيقتين، أو نسيت الهاشتاج، أو أنا حاط حرف بالبوست. طب ما أنا إذا ما بدي أمشي هذا الحرف، إذا بدي أمشيها إنه في حرف أنت مش قاصد، طب البقية؟ في ناس مات وعاد الرسمة كلها لأنه فيها حرف. ما بعرف صراحة. أنا حبايبي بدأ أكمل الأسئلة، تحملوني عم بأخذنا الحكي، بس لازم أكملهم. 24 شخص، تمام. هل وقت المشاركات من الساعة 6 للساعة 7 كان مناسب؟ إذا لا، إيش الوقت اللي بتفضل؟ مناسب رمضان. طيب غير رمضان، غير رمضان متى يكون؟ كان يعني ممكن صعب لبعض الناس وبسببه طلعوا من التحدي. طيب شكرا، تمام. هل تفضل وجود الحاجة المخفية بالتحديات؟ بتجنن. في ناس لحد هسه ما شافوه. انا ما فهمت ولا واحد. انا حليت منهم بس وقت الامتحانات لما كان عندي كنت شوف الاحجية، بس انا خلص مخي متعلق بالامتحانات. طيب جهزوا حالكم لاحجي يوم الابن. ركزوا معي، جائزة الأحجية راح تكون، لأنه أنا راح أبلش دوراتي بثلاثة خمسة وسبعتاش خمسة وعشرة خمسة، دورات تصوير طعام ومنتجات وبورتري. فأول ثلاثة بحلوا اللغز هم إلهم ثلاث مقاعد بوحدة من هاي الدورات، تمام؟ إيش حبيبي؟ لا، هذيك دورة تصوير الطعام الأونلاين، هذيك لأي حدا، بس يوم الإيفنت، تمام؟ يعني كيف بدك تعمل أحجية؟ أنا ما مش يعني مش بلقطش بسرعة. شو أعمل عاد؟ هي جاز الأحجية. طيب بشوف أرقام، بشوف أشياء، بس ما بفهمها. فكر فيهم شوي. لا، في ناس ما كان يكمل الفيديو للآخر مشان يعرف وين مكان الكلمات المتقاطعة. والله أنا كنت أكمل وأعيد وإني أفهمها ما أفهمها. ماش؟ ما أحجي، مش الكل بيقدر يحلها يعني. أنا أضرب ساعة وأنا أرجع وقدم رجع لأن فيش البيانات قدم فريم فريم. طيب راح ألاقي. بس ما تحطها بجزء، ما تحطها بجزء من الثانية للأحجي، يعني خليها أربع ثواني ثلاث ثواني معلش. والله جد، ما هو كيف ده أشوف مين مين بتطلع على الشاشة؟ أنا مش كنت بطلع 15 ثانية من نهاية الفيديو. ما هو هي أنت سبب الأحجي إنه لازم من 100 شخص مفروض واحد يحله،
تمام؟ لأنه إذا حلها 50 واحد بطلت وحدي، شو استفدنا؟ طب اللي حلوا الأحاجي يقولوا لي على الحل شو هم؟ هم اثنين حلوا كل الأحاجي، نور وأبو طبنجة حلوهم كلهم. نور أنا حليت بعض. استلمي محمد على الجروب. طيب هلا حبايبي لازم أنهي بعد، ارجع احضر الفيديوهات. للسريع تقييم لإلي أنا والشروحات، هل كان المدرب على معرفة كافية بجميع التحديات؟ أوافق أو لا أوافق؟ أوافق. بس أنا معاي مشكلة معاك اللي أنا حكيت لك إياها يعني. احكيها. احكيها احكيها. قصة الفراغ اللي هي يعني أنت ما بتحب الفراغ بالصورة لدرجة إن حتى لو كان فراغ يعني بيخدم الصورة أنت بتنزعج منه. عندك مشكلة مع الفراغ. لا صعب صعب أشرح هلا. مش عندي مشكلة بالفراغ. خليني أجاوبك عليها زي هيك. كان تعرفي قيمة الفراغ، أوكي، ما بقدر أشرح عنه بشكل مباشر. في بيس تحته أولا أنه نتعلم متى نعبي الصورة، هذا بداية، بعدين نتعلم قيمة الفراغ ومتى نستخدمه. شو كان سؤال موافقة أو لا؟ هل المدرب معرفة كافية بجميع التحديات أو لا؟ طيب سني سكامبر. سكامبر فكان يعني طريقة شرحها ما كنت كثير موافق صراحة. تمام. لأنه يعني مثلا نحكي على أول إشي اللي فانتج، إن أنت قلت لنا استبدلوا الكاس البلاستيك مثلا بإشي، إحنا ما قدرنا نفهمها صح. أنا مثلا تمام مثلا بالصورة كان هدفي استبدل الجيرمي كين بكاس بلاستيك. يعني لو أعطيت شرح أكثر أحسن، أو أعمله فيديو خاص أحسن. تمام أوكي. طيب تكملة عليه، فيديوهات مراجعة المشاركات مفيدة وبتطور من مهاراتك، وافق أم لا وافق؟ هاي أحسن كانت من النسخة الأولى، أنه في فيديوهات عم راجع صوركو صح؟ شكرا. تمام. كانت النسخه الاولى تايهين مش عارفين شو الصح شو الغلط وخلص نمشي. بلال احكي سوري. المراجعه الفيدباك جدا جدا مهمه، وانا يعني صار لي بهذا المجال 4 سنين لحد الان عم بتعلم منها حبيبي. يرجع للسؤال اللي قبل. اتمنى وقت بدك تطرح اي فكره جديده تفرجينا امثله، يعني انا كبلال okay. من النوع اللي بحب الامثله الصوريه وبعدين خلص بطبق وبنفذ على المبدا اللي بشوفه. هسه بحكي لك ليش ما بقدر نهائي اشارك اي شيء بصري بالتحديات، لانه مخكم ما راح يعمل غيره. يعني اذا كنتوا 100 مشارك 70 راح يعملوا نفس اللي انا طلعته بالصوره. هاي انا بقول لك من خبراتي بالدورات، ما بقدرش نهائي. هلا مشان هيك برجع بأكد موضوع اني افرجي صورة، يمكن في بعض التحديات كنت افرجي ما وراء الكواليس بس ما افرجي الصورة النهائية، او بعد ما يخلص التحدي بنزل الصورة، لانه كانت المشكلة انه 90%. انت متخيل يعني انا ليش بحكي لك 90%؟ 9 من 10 طلاب عندي بالدورات اللي كنت اعملها كنت اشرح لهم مثلا عن التأطير، تمام؟ لما افرجيهم امثلة يرجعوا لي بنفس الامثلة، واحد بس اللي بيعمل اشي ثاني. فهاي اتوقع اشي بالمخ، انه مخك بس خلص بحفظ التأطير زي هاي الصورة اللي شافها. تمام. فانا معاك. في كان مشاركين ينزلوا مثلا جبت الكاميرا تقريبا نفس الاشي. خلاص ما بقدر، لانه هيك مخه فهم الفكرة وراح يظل يفكر بنفس الصورة اللي شافها. فبكل التحديات حتى بالنسخة الاولى وحتى بدوراتي بحاول قدر الامكان ابعد عن مثال اشرح فيه الصورة، بحاول اشرحه قد ما اقدر، لكن افرجيك امثلة تقلدها كلكم رح تطلعوا بنفس النتيجة، انا متأكد انا مجرب. فهاي هي كانت معضلتي حبيبي. هلا بالنسبة لسكامبر ممكن
اطلع امثله بصور لكن ما له دخل بالتعدي. يعني قلت لكم عن كاسه اطلع سكامبر عن اشياء ثانيه ممكن، هاي كان لازم اعملها اتوقع، هاي غلطتي. تمشي اذا عملت سكامبر بس مش عن التحدي الكاسه، تمشي. لما انت تحكي لنا التحدي كاسه بس تجيب لنا قلم، شوف تورجينا مثلا قلم كيف ممكن نحطه. صحيح. السؤال اللي بعده، بتفضل انه انا اطبق باللايف قدامك التحدي او لا؟ لا. اوكي ليش؟ شخصيا لا. شخصيا لا. تمام. لما تجيب مثال يصير انه الواحد بيعتمد كثير عليه لما يجي بنفسه، فيمكن لا بس بعد ما يخلص التحدي. بعد احسن. تمام. طيب الاجتماعات اللايف احسن من الفيديوهات المسجله، شفتوها؟ معناته بتوافقوا انه نضل الواحد مش دائما بيقدر يحضرها ولا هيك احسن. تمام شكرا. طيب الوقت الفيديوهات بس تحملوني، وقت الفيديوهات المسجله كثير طويل ويفضل يكون اقصر، اوافق او لا اوافق؟ كثير طويل. هذا راح يعتمد على عدد المشاركين. ما هو هذا الفكرة، إذا بدي أخليه أكثر نص ساعة. أوكي شكرا. نص ساعة مقبول. بصف عدد المشاركين قديش أنت تقدر تراجع الصور حسب الشخص هو قديش بحب يحضر الفيديو. تمام. بقول لك عودت الغداء مثلا. أوكي. بقطع جزء من يومه، أنا بدي أحضر لليوم أو بدي أحضر لفلان أو لألا، فهتصف شكرا. شخص حسب ما هو بحب قديش يحضر للشخص. طيب بس حلو كل صورة تأخذ حاجة يعني بالشرح. طيب باللايف أشرح للكل، لكن وقت التسجيل أختار التوب مثلا اللي فيهم فائدة أكثر. ليش لا؟ ما انتوا اخذتوا الفائده باللايف، بدكم تشوفوها كمان باليوتيوب؟ لا قصدي انت ممكن الناس ما لحقوا تاخذ. سوري احكي رحاب. الجزئيه اللي فيها فائده بالشرح، يعني اذا في بعض التحديات كانوا 30 سوري كان في تقريبا 6 صور بنفس الفكره بنفس الشرح بنفس النقد. ممكن مش افضل صور، يعني ممكن الصور مثلا اكثر شيء فيه مشاكل واكثر شيء كان ملتزمين بال. شكرا. طيب اساليني. برايي مثلا الصور الست اللي بيكونوا زي بعض بالاول تعرضهم، بعدين تحكي انه هم هذول نفس الشغله فيهم، بعدين تشرح الشغله، بس انه كلهم يطلعوا بالفيديو بالاخر. تمام افضل. تمام. طيب في مشكلة انه وجود متحدثين اخرين غيري وتعدد وجهات النظر يمكن يفيدكم اكثر، موافق او غير موافق؟ حسب مين هم. ما هو زي انا والاستاذ محمد موسى لانه انه وجهات نظر مختلفة بالصورة. سعيد استفدتوا اكثر. اوكي يعني اجيب الضيوف بتحبوا بواحد باكثر من تحدي انه يكون في ضيف غيري؟ شكرا. يعني اوكي المصور يقول له نظرته الخاصه، فاحنا مش رح نتكلم مصورين بوجهه نظر واحده، رح نتعرف على كذا وجهه نظر. شكرا. اوكي دخلنا على اكثر من فن، فكل واحد من المصورين مختص بشغله، فاحنا بنتعرف عشان الواحد فينا يعرف شو المجال اللي هو بيشتغل. ممتاز. طيب هلا اخر سؤالين بس بالنسبه للجائزه. هل تعتقد أن التقييم مناسب للجائزة؟ طريقة التقييم والتحكيم؟ قال إذا ما كسبت لا مش مناسب. لأنه أنت رح تحط أول إشي رح تصفي وبعدين رح تحط نقاط،
فانت انا راح اخذ نقاط على كل صوري بعدين مجموعهم، فانت راح تقارن مجموع النقاط على كل الصور صح؟ 100% صحيح، بس مش لكل المشاركين. يعني زي ما حكيت اللي راح يصير، اللي راح يصير لانه مستحيل هذول، احنا بنحكي عن 600 صوره بدنا سنه لنخلص، فراح ناخذ فكره اوليه نطلع على كل الصور كمجموعات. تمام، نفتح على بروفايل مثلا احمد، بعدين بلال، بعدين صهيب، بعدين هي، اوكي، والحكام يكتبوا ملاحظات. هلا راح يعطيه تقييم مبدئي انه مثلا بالنسبه لهذا البروفايل ككل الصور نرجع له مثلا 70%. اوكي، هلا راح نظل بهاي الحاله، نصفي شوي شوي عبين ما نوصل لتقريبا 7 أو 5 اشخاص اللي هو نتيجتهم جدا متقاربه، جدا جدا متقاربه، يعني من 70 وهذا 72 مثلا، هذا تقريبا 75، الباقي هذا 20 مثلا، هذا 20 خلاص يقصى مباشره، فايش داعي اروح اكل صوره لحاله. تمام، على وقتها بالنتائج اللي جدا متقاربه بنروح على كل صوره بنقيمها من ناحية الجهد المبذول من 10، الإبداع بالفكرة والاختلاف عن البقية هاي من 10، والجمالية الصورة ككل هاي من 10، ومنجمعهم كلهم. فهيك لو غلطت بصورة، لو كانت سيئة الصورة، من 30 بترجع. عرفتوا كيف؟ هيك أنا أفضل إشي بالنسبة لي أضمن إنه فعلا أكثر واحد فنان بالنسبة ككل التحديات بشكل عام هو اللي راح يفوز. وانا باكد لكم ممكن على عشر، لانه مسابقات انا عملتها من قبل بتوقف على عشر، يعني 72 وفي 72.1 راح يفوز على عشر. فمشان هيك بهاي المسابقات بدك تبذل جهدك بكل شيء بتقدر عليه. تمام، في حد عنده اي سؤال قبل ما ننهي حبايبي؟ طيب سوري محمود، بعدين سالي. بس ايش هي؟ استنى، هلا حكيت في جوائز كالاتي: 150 دينار. حكيت عن مفاجأة. مصور هو، انا دخلت على صديق لك. مصور. بس انت ما حكيت جائزة معينة يعني. لا لا مش جائزة. المفاجأة من هو المصور. هو حكى للناس اللي بضلوا لاخر التحدي في لهم اشي بده يقدم لهم اياه هو. ايوه بالظبط. يعني قلنا 24 واحد. مش مني، كانت من حدا من المشاركين اظن. لا غير المصور، صح، في اشي لكل المشاركين اظن من سرى، صح؟ بس بدها تعرف. لا غير سرى. سرى حكيت لكم وخلصت يعني. اوكي خلي خليني اتاكد منها. يمكن كان قصدي المعرض، اني اطبع الصور. هاي ما حكيت لكم عنها. اخر ايش حكيت لكم؟ بدنا نطبع الصور لما انحرجت انه الزنك سكر، انه ليش اللي بدك ايفنت، بدي ايفنت حقيقي. لا انا ما كنت حكي لكم بدي اطبع الصور، ما كنتوا تعرف عنهم. تمام 100%، هو علقم بده يطبع الصور. ايوه هو محمد علقم بده يطبع الصور لكل المشتركين. صحيح، نزلت ستوري وقتها انه في حكى معي محمد علقم، عملت له منشن في جائزة لكل المشاركين باخر التحدي. صحيح، بس يومها ما حكيت شيء بالضبط. لا ما انا جديد حكيت لكم اصلا بدنا نطبع الصور، انتم ما كنتوا تعرفوا صح؟ مشان لانه صار في موقف انه يلي خلص خلينا نعملها اونلاين. لا طبعا وين اونلاين، انا بدي تشوفوا شغلكم. تمام، فللتاكيد حبايبي هلا في 150 دينار هاي مني ومن سعيد للمركز الاول، والمفروض في 100 دينار للمركز الثاني في حال كانت القاعه مجانيه، ان كانت قلل راس العين او جمع الاردني للتصوير. وما في عليكم اشي خلص مجانا، لكن اذا هاي القاعات ما زبطت راح اضطر الغي الجائزة الثانية مشان اخفف عنكم حمل الدخولية وبتصفي. صح، ويو كام
100 دينار للمركز الأول كوبون. يو كام والله ما قصر أول ما حكالي. يعني احنا بنحكي اتوقع اللي راح ياخذ جائزة 250 دينار راح يروح على يوكام. كنت تحكي بدك تفوز اربعة صحيح، بس جرت الرياح بما لا تشتهي السفن. كان المفروض ان القاعة مجانية وكل واحد منكم يدفع اصلا خمس دنانير مشان يكون في جائزة ثالثة ورابعة. بس هسا خليها اوكي ماشي صحيح. لو كانت القاعة مجانية بيظل في مركز ثاني 100 دينار ومركز رابع صحيح، ليش راح بالي عنها، وخامس مركز ثالث مركز ثالث ورابع اللي هو بتدفعوا خمسة كل واحد خمسة 24 بخمسة هتحسبها. لا طبعا 120 تقريبا تمام. فهاي بتنقسم بالنص مركز ثالث ورابع. حلو هاي ممكن احسن. ايش هو سوري بس المايك فاتح حبايبي. فهيك بتوزع انه مركز ثاني ثالث ورابع 60 دينار، هذا في حال القاعة مجانية. هيك احلى واحلى صحيح. فيدي هاي مش عارف ليش راحت عن بالي. انا لغيتها كانت بسبب انه اخفف التكليف عليكم، لانه مش معقول دخوليه مع جائزه مع شخص ثاني بدك تجيبه هيك ميمة عصارة. طيب بتحبذوا لاخر سؤال يا حبايبي قبل ما انهي، بتحبذوا للتحدي القادم لو كانت اخر المشاركين يدفعوا 10 دنانير وتكون الجائزه بالكامل تنضاف المركز الاول كله مع ال10 دنانير مع المشاركين من كل شيء بدل خمسه؟ بشكل عام بس لا توزيع او المبلغ يكون كامل المبلغ لشخص واحد مش عارف يمكن انه لاكثر من شخص ثلاث اشخاص لانه اوكي مش ثلاث اشخاص تمام. هلا ثلاث اشخاص بتوزعوا كالاتي بتحسب 60% من المبلغ كامل بيروح للمركز الاول تمام 50 ب 20 ب 30 اوكي 50. طيب هلا ال 10 دنانير راح تاخذها من كل المشتركين ولا من اللي راح يضلوا لاخر تحدي؟ هيك احسن صح، لانه مستحيل من اولها اقعد الملم يعني يحطوا لي زين كاش ما بتزبط. يفضل وجود داعم. اللي صار حبيبي للاسف صفت كانه قاعد بشحد منهم، يعني في واحد قال لي بعطيك كوبون 10 دنانير فانا صفنت انه انا ايش بعمل بحالي صراحه، فقلت لا خلي المشاركين يدفعوا الجائزه توصل ل 200 ولا اتحمل جميل الشركات صراحه. يعني فيش غير يوكام من قلبه رب اعطاني جائزه. يعني لا لا الموضوع بسيط، هم بدهم شهرة، هم بدفع مقابل تسويق بس عادي. أنا متفهم هذا الإشي بس إنه صفت شحدة يعني. الواحد يعني لو دفع العشر دنانير يعتبر إنه هو قاعد بتعلم بهاي المسابقة. يعني أقل جائزة زي أنت بتحكي 25 شخص 10 دنانير هاي 250 دينار بجيب كاميرا. عرفتي؟ كنا بدنا نجيب لابتوب أنا وسعيد بس ولا شركة قبلت يعني. صبركم اخليتها تكبر لانه راح تنعرف التحدي اكثر اذا ظليت مكمل فيه. انا متفهم هذا الشيء طبيعي جدا، هيك الشركات بدها. في لو يعني مثلا تشوف زي مثلا كانون او سوني. حكيت سوني ما عندنا كانون موجود بالاردن بس كانون لا لانه يدوب دافعين عن الحملات اللي هون. بدنا نفكر بناس ثانيه ممكن. يعني الدعم هان في الاردن كثير ضعيف او كسوق المصورين في الاردن ضعيف. مثلا نحكي زي فوجي فيلم لهم فرق في السعودية في دبي في أكثر وين طبعا أما هان ما لهم سوق أو صحيح مصورين كعددا لا ما حتكون إنه هاي إحنا كانوا نشوفونا موجودين للأسف. خليها اسمع أسوأ هي أخريتها توصل لمرحلة بتصير الشركات تطلب إنه أنا بدي أصير سبونسر
هلا يو حاله واحده بس بتكون شوي مختلفه، لانه يو كان بيعرف مين ليو، هاي هي بس الحاله الوحيده اللي نجحت. بس الشركات الثانيه انه مين انت يا ليو؟ يعني شو بدي بالتحدي هذا؟ انا شو راح استفيد؟ يعني ما في اشي اسمه دعم، مش انا اقول لك من هسه ما في اشي اسمه دعم هيك للسواد العيون، دائما في مقابل. فده عادة الدعم بيكون مقابل تسويق، انه في 1000 شخص جاي على الايفنت. فانت بس ان شاء الله لو يفتح اقل الراس العين ويشوفوا كمية الناس اللي راح تيجي على المعرض المفتوح وقتها راح يزعلوا. لما يصير التحدي مشهور والكل بيعرف فيه بصيروا يعطوك دعم. شكرا. صحيح. انا اول اخر انا مش باخذ شيء من جيبتي، انا هدفي الموضوع الاكبر. اوكي بدنا ننشر الفن، بس الشركات انا بدي ادفع مصاري انشر فن، شو بدي بالفن انا؟ انا بدي تسويق. مشان هيك هي مش تافهين بيجيبوا ناس تافهين، بس انا بجيب ناس عندهم متابعين، فبتصفي انت كانه علقت قارمه بالشارع وفي 100,000 واحد بيشوفه. عرفت؟ طيب حبايبي، في ناس لسه ما رفع الصور، مفروض خليني اتاكد. سليم انا عملت الصور على ملف بس مش عارف اضيفهم على اللينك اللي بعت لي اياه، بقدر ابعث لك اياهم؟ لا استني، ارجع افتح اللينك كمان مره، كان قبل ممنوع تضيفي اي صور، بس ارجع افتحيه كمان مره. تمام خليني اتاكد بس من شغله، عندي انا 1 2 عندي 4 ب 25 واحد، في 5 ناقصين 4 سوري. تعمل فولدر باسم اي واحد عشان يقدر يفوت ويعمل ابلود. انا كان لازم افتح من اللابتوب واعمل فولدر بعدين افوت على الموبايل واعمل ابلود. اوكي لا انا من التليفون. من التليفون من التليفون ما خلاني اضيف فولدر الا فوت من اللابتوب. طيب خلاص جن، انا اصلا متفاجئ بس احكي للناس اللي ما يعرفوا، لسه من متابعك من 2017 وبتشرف فيكم، بس لسه لا اعتبر اسم، لانه اول اخر بدك تحسبي كم عندي متابع انستغرام، عندي 10,000 لا يعتبر رقم. كيف؟ فان شاء الله ان شاء الله اذا على الخطه مشيت عليها صح راح يصير اسم على اليوتيوب ان شاء الله، بس هاي بدها سنه على الاقل. بس معلش بدي احكي شغله. سليني هلا انا مضطره اطلع هلا يعني. بعتذر ما حقدر اكمل معكم للاخر. وحبيت احكي لكم كل عام وانتم بخير. صحيح. شكرا على هذا الاشي ليو، شكرا كثير وعن جد فرصة سعيدة جدا. شكرا لكم. تعرفنا عليك انت وتعرفنا على الجميع. بس بدي أأكد على شغلة قبل ما اطلع، انه لو سمحتوا الجميع يبعث لي لونه المفضل. انا الاحمر. واضح يعني. واضح لا مبين. انا الاحمر اكيد، احمر واسود. تمام؟ الباقيين تمام، الباقيين يعني 25 اللي ضلوا. انا بعثت لك ما بعرف، بس اللي ما بعرف يرجع يبعثلي مش حافظه. وين نبعثلك لو سمحت؟ ابعثيلي على اي على صفحتي لو سمحت. سورة سورة العنابة. شكرا كثير يعني. يعطيكم العافية حبايبي. راح انزل الفيديو هسه، ما راح منتجه، طولنا ساعة ونص بس خلص اخر تحدي، والتحدي امبارح لقيته كان موجود على الدرايف، فراح ارجع انزله كمان، تحدي 24 و25. تمام حبايبي للي ما حضروا اللايف، فالاثنين راح ينزلوا اليوم. دن هلا زي ما انتم متعودين، انا متعود صرت حاس هيك، في عندي كورس اونلاين كان كل يوم ميتنج، فان شاء الله قريبا راح يصير التحدي الثالث وانا كمان والله. اخيرا راح نتحرر راح نقعد. شكر لكم، شكر لكم انتم تحملتوا معي هاي الفتره صراحه. حبايبي حبايبي دن، لا يا قلبي بالعكس انا مبسوط، يعطيك العافيه، كل عام وانتم بخير حبيبي، نراكم قريبا. مع السلامه حبايبي. هلا هلا.